توصيف السياسي لتيار الحكمة مع حكومة السوداني ما هو؟ داعمون، مشاركون، معارضون؟ لأنه أنتم غير مشاركين في الوزارات، ولكن في نفس الوقت أنتم لديكم مستشارين في رئاسة الوزراء، أنتم مشاركين في الدولة كما يقال، لستم معارضين كما عارضتم أيام حكومة المالك الثانية وحكومة السيد عادل عبد المهدي، ولستم داعمين ومتبنين كما مثلا العصائب والفتح والقوى الأخرى. فما هو التوصيف السياسي لتيار الحكمة مع حكومة السوداني؟ نحن متعاونين. أكو بالسياسة شيء اسمه متعاونين يعني؟ نبتكر بالحقيقة بعد الظروف اللي مرت بالعراق اليوم أن نقف موقف معارض لأننا غير مشاركين في الحكومة نعارضها، وبالفعل الديمقراطيات أنت لو مشارك لو معارض، بس باختياركم أنتم غير مشاركين. نعم، نحن غير، طلب منا بإلحاح، لكن أيضا نحن أصررنا على أن لا نشارك. قلنا لا يمكن أن يكون لنا تقييم للانتخابات ومخرجاتها واختلال التوازن الكبير والتلاعب الكبير، وثم حين تحصل فرص المشاركة نشارك. طبعا إحنا السيد الصدر قدم لنا عروض سخية بالمشاركة في الحكومة حين تصدي سماحته والإخوة في الكتلة الصدرية، اعتذرنا من ذلك لنفس الأسباب. الآن بانسحاب الكتلة الصدرية إذا كان يضاف لمقاعدنا مقاعد أخرى يصيرنا رأي آخر، فهذا السياسة ليست هي تكتيكات سريعة وعاجلة. بس أنتم مشاركين في هيئات، في طبعا في كل الدول الديمقراطية، يعني عنوان المشاركة أو المعارضة تكون لمجلس الوزراء وللحكومة وقراراتها. أما الدولة شيء أكبر من الحكومة، وكل القوى السياسية المشاركة في النظام السياسي في العملية السياسية يكون لها حضور في الدولة. يعني اليوم في أمريكا حكومة ديمقراطية، شنو مثلا الجمهوريين كلهم طلعوهم من الوزارات والدوائر وكذا، كل من عنده مشرب جمهوري لا يبقى حاضر موجود، لكن في الحكومة مجلس الوزراء يكون مختص بهذا. الأخوة في التيار الصدري اليوم غير مشاركين في الحكومة، ولكن هم حاضرين في الدولة، لديهم يعني مسؤولين، رؤساء هيئات، وكلاء وزراء، أمناء، إلى غير ذلك من يعني تفاصيل. فدائما يجب أن نميز في موضوع المشاركة أو عدم المشاركة، هو المشاركة في مجلس الوزراء وفي قرار الحكومة الفعلي. نحن لسنا مشاركين في قرار، ليس لدينا صوت في مجلس الوزراء بقرار منا، لذلك لا نندرج في المشاركة. أما نروح نصير معارضين ونعطل ونحرم الناس من الخدمة ونضغط على الحكومة لأننا غير مشاركين، الناس تدفع ضريبة عدم مشاركتنا، هذا أمر لا نراه.